بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى جميع انبياء الله ورسله امين ما زال يوسف يحاول انقاذ مصر من هذه المحنه ان يوسف يعلم الناس حتى يزرعوا ويدخروا لتستطيع البلاد النجاه من هذه المحنه الكبرى ولكن هناك صراعات تحيط بقصر الملك ولا يستطيع التحكم فيها خصوصا من قبل كهنه المعبد يا شورا يبدو أن العزيز في آخر أيامه. ولماذا تقول هذا أيها القائد زخار؟ إنه يعاني مرضًا شديدًا. إلى هذه الدرجة أنت ترى أنه في مرضه الأخير؟ إنه أمر محزن، هو لا يدري بما يدور من حوله، والسؤال الآن، ماذا نحن فاعلون إذا مات عزيز مصر؟ ها؟ لا أعرف يا زخار القائد. ماذا ستفعل مولاتي إذا مات زوجها؟ ستكون كارثة بكل المقاييس. ربما رحلت عن هذه البلاد أيها القائد. أصارحك بأنني لست متفائلا بمستقبل هذه البلاد. هل لأن الصراعات في كل مكان؟ نعم، صراع الملك مع المعبد والكهنة. سأذهب إلى سيدتي زوجتي العزيز الآن. وانا ساذهب الى العزيز لاطمئن عليه ماذا لو مات عزيز مصر يا زخار ماذا تقول يا مولاي انت بخير لقد نشات شابا محاربا مقاتلا مدافعا عن هذه البلاد رايت الموت بعيني في معارك كثيره وضعت روحي فداء لهذه البلاد وانت الان عزيز مصر والرجل الثاني فيها يا مولاي في إحدى المعارك الحربية ضد الغزاة، ساوموني على روحي لأنطق بأسرار عن مخازن السلاح والغلال. رفضت، فجلدوني بسياط منغمسة في الزيت. جلدوني حتى شعرت بأن ظهري قد انخلع من جسدي تمامًا. وبالرغم من ذلك، لم أعترف بأي شيء، لم أنطق بأي كلمة واحدة في الأسر يا زخار، ولم أعد، ولما عدت إلى بلدي بعد أن حررني جنود مصر، بعث إلي الملك ليقابلني في قصره، وكانت أول مرة أدخل فيها قصر الملك. قلدني الملك وساما امام ملوك الارض ثم نصبني نائبا له على الجيوش كلها ثم نصبني عزيزا لمصر والرجل الثاني في البلاد من بعده وها انا الان اموت ومصر تواجه الجفاف يا زخار ها انا اترك مصر وهي مقبله على مجاعات وجفاف الامور ستكون بخير ايها العزيز استرح الان فمصر في حاجه اليك الحياه لا تتوقف على عزيز ولا ذليل يا زخار الحياه تستمر سوف نعيش افضل يا مولاي وانت معنا هل ستصدقني اذا قلت لك ان الحياه اصبحت صغيره في عيني ماذا لو عادت بي الأيام ولم ألتقي بيوسف؟ ماذا لو أن الحياة ليس بها يوسف؟ ماذا لو أن الحياة ليس بها حب ولا عشق ولا شغف؟ ماذا لو عادت أيامي الهانئة لا مع زوجي إن انهيار المرأة يبدأ من لحظة عشقها. مولاتي، مولاتي، إن مولاي العزيز حالته الصحية متأخرة، وقد بعثنا في طلب الطبيب. هذا ما كنت أتوقعه، لرجل طعن في كرامته. ماذا تقولين يا مولاتي؟ أنت ما زلت ملكة متوجة. مع الوقت، اكتشفت أن مملكة الأنثى بداخلها هنا. في قلبها وليس في تاجها اعرف بماذا تشعرين اشعر بالمك ان انهزام امراه امام رجل قد تعد مصيبه حقا ولكن انهزام رجل امام رجولته هو موت بطيء ربما حانت لحظة الفراق يا عزيز مصر، وقد أدركت أنك ظلمت يوسف كثيرًا، وربما صعد يوسف إلى مكانة أكبر مما يتخيل الجميع في هذه البلاد. لا استطيع ان اتحمل عليك الالم يا مولاي فانت حب العمر وزوجي وسنتي في هذه الحياه ربما سقطت من على ظهر حصاني امامك يا زوجتي فلم تستطيعي انقاذي وربما سقطت انت يا حبيبتي من عيني فلم تستطيعي الصعود مره اخرى اليها علي ان اتحمل كل هذا الالم وكل هذا اللوم الرهيب فانا من اخطات في حقك انت من اخطات في حقك انت يا زوجه العزيز اذا عاد بي الزمن لقتلت نفسي قبل ان اعشق الموت الموت <applause> اريد الموت الموت اخرجي الآن من أمامي، اخرجي، اخرجي! لا لوم عليك ولا عتاب، فأنت من وقفت أمام اللعب لتحرق قلبك المسكين يا زوجي. وهل لامرأة مزقت قلب زوجها أن تعود ليغفر لها؟ <applause> ألا تعلم النساء أن هذا هو الذنب الوحيد؟ الذي لا يغفره الرجال لا اظن ان مولاتي ستغفر لنفسها ما فعلته نحو العزيز أوه. أعلم جيدا مدى الألم الذي عاناه مما حدث مع يوسف من كان يعلم أن يوسف سيصل إلى هذه المكانة الكبيرة في البلاد؟ نعم لا أحد يتوقع ما الذي سيأتي به قادم الأيام لابد أن نستحوذ على الحنطة كلها يا لخور وبهذا نستطيع إفشال يوسف أنا لا أتخيل أن يوسف سيكون الرجل الأول في الدولة كيف نستطيع أن نفسد ما يفعله يوسف لقد استحوذ يوسف علي عقل المالك يا لخور ولكن كيف يمكن ان نفسد هذه العلاقه بينه وبين الملك لا اعرف لان يوسف له تاثير كبير على البلاط الملكي نعم ان يوسف له تاثير على الجميع يا كبير الكهنه هيا بنا لنستولي على الحنطه ونخزنها سنفعل يا كبير الكهنه <applause> لا تقلق بسم الله والحمد لله اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار وعلى جميع انبياء الله ورسله امين ربما يغير موت العزيز قليلا من الاحداث وكهنه المعبد يتلاعبون بمقدرات الشعب ويوسف يحاول دائما ان ينقذ البلاد من هذه الكارثه الرهيبه لابد أن نستحوذ على الحنطة كلها يا لخور وبهذا نستطيع إفشال يوسف أنا لا أتخيل أن يوسف سيكون الرجل الأول في الدولة كيف نستطيع أن نفسد ما يفعله يوسف لقد استحوذ يوسف علي عقل المالك يا لخور ولكن كيف يمكن ان نفسد هذه العلاقه بينه وبين الملك لا اعرف لان يوسف له تاثير كبير على البلاط الملكي نعم ان يوسف له تاثير على الجميع يا كبير الكهنه هيا بنا لنستولي على الحنطه ونخزنها سنفعل يا كبير الكهنه <applause> لا تقلق <applause> ظل يوسف يعمل ويعلم الناس فنون الاقتصاد والزراعه وظل ينصح الجميع بالادخار حتى تتحمل البلاد قسوه الحياه في حال جفاف النهر ولقد استمع اهل مصر كلهم الى يوسف بكل الحب والود دون ان يعترضوا على خطته لانقاذ البلاد مولاي لابد ان نواجه كهنه المعبد وما هي خطتك يا زاخار للقضاء على كهنه المعبد ومكرهم علينا ان نواجههم بكل حزم وقوه كيف سادبر اموري مع جنودي حتى نعرف ماذا يريدون منا افعل كل ما يمكنك للحفاظ على امن هذه البلاد اشكر مولاي على هذه الثقه ايها القائد زخار هل صحيح ما ذكرته عن كهنه المعبد نعم يا ياشوره انهم يحاولون افساد ما يفعله يوسف من انجازات في هذه البلاد وكيف هانت عليهم البلاد الى هذا الحد انهم لا يفكرون الا في انفسهم وما هي خطتهم للقضاء على يوسف لا اعرف لكن لابد ان يعرف مولاي بكل ما يجري حولنا من مؤامرات نعم عليك ان تخبر الملك بهذا سافعل هذا قطعا لابد ان اقف الى جوار يوسف انني خائفه من سنوات الجفاف ايها القائد ستمر على خير يا ياشوره ما دام يوسف معنا وهكذا بدات الحرب الخفيه بين المعبد والقصر الملكي بدات بان حاول كهنه المعبد افساد ما يفعله يوسف من خطه لانقاذ مصر من الجفاف والضياع مرت السنون يا تقي ونحن نبحث عن يوسف ولم نجده. لا تيأس من روح الله يا زاهد. لا، لن أيأس حتى أعود بخبر عن يوسف أو أجده. لقد شتت هؤلاء الإخوة الحاقدون شمل يوسف وأبيه. نبي الله يعقوب. فقد بصره من شده الحزن والبكاء على يوسف لقد اشتقت يا زاهد لنبي الله يعقوب وانا اكثر منك فلنبي الله يعقوب محبه في القلوب اللهم اجمعنا به وبيوسف في الدنيا والاخره لقد حذرت الملك من هذا كله يا ياشوره لماذا لا يتم القبض على كهنه المعبد يا زخار القائد الامر ليس سهلا يا ياشوره اذا تركنا كهنه المعبد هكذا سوف يفسدون ما يفعله يوسف لن اسمح لهم بهذا لن اسمح لهم بهذا لا ادري كيف يعمل يوسف في ظل هذا الصراع الخفي في البلاد يوسف رجل قوي، لا يهاب اي شيء في سبيل تحقيق هدفه النبيل. أيها القائد زخار! أيها القائد زخار! لقد سرقوا القمح من المخازن! ماذا تقول أيها الحارس؟ سرقوا مخزون القمح كله! من هم؟ لا أحد فينا يعرفهم أيها القائد! هذا ما كنت أخشاه، هذا ما كنت أخشى حدوثه. سوف نعرفهم ولسوف ننتقم منهم ما هذه الاحزان الكئيبه التي تسيطر على بيتنا دون انتهاء لا أدري فلقد مرت الأيام وليس بها جديد إلا الدموع والنحيب نحن السبب يا بلها كيف يا زلفة تقولين هذا؟ نحن ربينا من أضاع يوسف نحن لم نحسن هذه التربية أصبت الجرح في عمقه يا زلفه كان علينا ان نربيهم على الود والحب كان علينا ان نقربهم من اخيهم يوسف ونشجعهم على حبه كان علينا ان نطهر قلوب الابناء من الغل والحقد ولكننا لم نفعل ونحن نرى النار تشتعل في القلوب لهذا اقول لك نحن السبب نحن السبب في كل ما يجري حولنا من احزان والام <applause> هذا ما كنت أحلم به منذ أن بدأ يوسف في عمل خطة لإنقاذ البلاد <applause> بل هو أكثر مما كنت أحلم به هكذا أنت صامت لا تفعل أي شيء أي شيء دعه فهو السبب في هذا الثراء الفاحش الذي نحن فيه يا كبير الكهنه الناس يعطونه الهدايا والمجوهرات فناخذها آه يا له من احباط كبير سيصيب الملك ولسوف يفقده الثقه في الجميع نعم انها كارثه بكل المقاييس حينئذ سنرى ماذا سيفعل يوسف اذا فشلت خطته <applause> الجميع سيعود الينا راكعا كي ننقذهم من هذا الضياع <applause> بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد في الاولين وعلى سيدنا محمد في الاخرين وعلى سيدنا محمد في المرسلين وعلى سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين وعلى جميع الانبياء والمرسلين تتطور الاحداث سريعا صراعات داخل البلاد جفاف اقترب وقحط يسير الى الناس والكهنه لا يريدون الا مصالحهم ويوسف يحاول قدر امكانه اصلاح امور البلاد رغم كل هذه الظروف 아아 <shriek> <shriek> يا ملك البلاد نحن نسعى بكل قوه لامساك هؤلاء الخونه الذين سرقوا القمح والى متى سيستمر المعبد في اللعب بمقدرات هذه البلاد انا ايضا ينتابني شك في كهنه المعبد علينا ان نبحث عن القمح في المعبد يا زخار اظنهم سرقوه اه من هؤلاء المفسدين في الارض نعم يا مولاي ولكن هذه لن تكون المره الاخيره اذا فلتراقبهم يا زخار حتى تعلم فيما يفكرون هذا ما سوف افعله هل التقيت يوسف يا مولاي لا سوف التقيه ان يوسف منشغل بامور الزراعه والاقتصاد ويبذل قصارى جهده في هذا يا مولاي يوسف هذا هو الذي يعمل من اجل مصلحه الاخرين ويحاول قدر إمكانه إصلاح هذه البلاد رغم كل هذه الظروف إذا كان ما قلته صحيحا فلا بد أن نخفي القمح أو نحرقه لقد بداوا في البحث عن لصوص القمح ونحن اللصوص فاذا ما انكشف امرنا سيتم القبض علينا القمح الان في مخازن المعبد المحرمه ولا يستطيعون الوصول اليها ابدا يا كبير الكاهن علينا ان نخفيه في مكان اخر فلربما هاجمتنا قوات الملك سوف أخطط لهذا، لا وقت للتفكير، فلينقل القمح الليلة، سأنفذ كل ما تقوله، فأنت أعلم بمصالحنا منا، حينها سنرى ماذا سيفعل يوسف إذا ما حاول إنقاذ البلاد من الجفاف القادم ما هذا الذي يحدث في ملكك يا ولدي اني اخشى عليك من هؤلاء الكهنه الذين كنت اظنهم يخدمون الاله امون ولكن هم يبحثون عن ثراء وجاه ومال ولا يخافون من احد وانا, وأنا اظن انهم من سرقوا القمح نعم هم من سرقوه بالتاكيد ماذا بك يا امي انا خائفه عليك يا ولدي من مكر هؤلاء الكهنه لا تخافي يا امي فانا اقوى مما تتخيلين لا تخافي احترس منهم يا ولدي فلهم اتباع من عباد امون لا تخافي يا امي لا تخافي فانا ملك البلاد لا تخافي ساقضي عليهم اجلا ام عاجلا اهكذا تكون نهايه الفرسان يا عزيز مصر أهكذا تموت في فراشك موتة الجبناء الضعفاء الذين رماهم المرض على أعتاب مقابرهم، أهكذا، أهكذا تموت وحيدا، دون أن يشعر بك أحد يا عزيز مصر، أهكذا تمر السنون، سنون العز والجاه والسلطان. وتلقى مصيرك الآن كأفقر الناس وأضعفهم أهكذا يا ملك البلاد وحاميها أنت زوجي وسندي أنت رجل الدولة قم من مرضك لا تتركني لذل الوحدة والعذاب ليس لمثلك أن تطلب الحماية من رجل مريض أطلب المغفرة يا عزيز مصر <applause> المغفره لم اعد املك الثواب ولا العقاب لم اعد املك اي شيء يا زوجتي اذا ساتركك لتستريح ماذا لو مات عزيز مصر؟ أين ستعيش زليخة؟ وما هو مصيرها؟ وما هو مصيرها في هذا القصر؟ لم يعد لدي في هذه الحياة ما أبكي عليه. عزيز مصر على وشك الموت. هو لا يستطيع أن يفعل أي شيء. ونحن لا نملك اي شيء لا نملك اي شيء هيا نجهز القوافل فلدينا تجاره وسفر كبير يا يهوذا عليك ان تبعث في طلب بنيامين حتى يجهز معنا هذه القوافل ان بنيامين دائما يذكرني بيوسف نفسه طيبه وروحه جميله يوسف يوسف هذه العقده التي ليس لها اي حل عقده ليس لها اي حل آه، هذه جريمه لا يمكن ان اغفرها لنفسي ابدا انا لا اعرف ما الذي دفعني بكل هذه القسوه لفعل هذه الجريمه البشعه لقد ظلمنا ابانا ظلما كبيرا بهذه الجريمه لقد فقد بصره بسبب حزنه على يوسف نحن من فعل هذا بابينا نحن من فعل هذا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعله يفرج عنا هذا الكرب لا أنا, انا لا اريد, أريد لابني الملك يا ان يموت, يموت يا زخار لا تقولي هذا يا مولاتي ارى ان الشر يقترب منه تقصدين كهنه المعبد نعم يا زخار الكهنه الكهنه سنقضي عليهم قريبا يا مولاتي يا زخار هم اقوى مما تتخيلون هم اقوياء بالفعل احترسوا ظل يعقوب يبكي على فراق يوسف وكيف لا وهو نور عينه وحبيبه فقده دون اي سبب غير ان اخوه يوسف حسدوه وغاروا منه وغدروا به هيا هيا اخرجوا هذا القمح من المخازن لابد ان ينتهي هذا العمل قبل ان تداهمنا قوات الملك بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلاه عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وانت لها يا الهي ولكل كرب عظيم وعلى جميع انبياء الله ورسله امين لقد اقترب دخول اخوه يوسف الى مصر الحبيبه ويوسف الآن يعلو منصبه، وعلى الجانب الآخر ما زال الصراع مستمرًا بين يوسف وأعدائه من كهنة المعبد يقولون ان ابناء يعقوب سيخرجون سعيا للرزق آه، اخشى ان تحدث لهم مصيبه مثل التي حدثت مع يوسف ليس هناك مصاب مثل الذي حدث ليعقوب في يوسف اتذكر راحيل ام يوسف نعم اذكرها واذكر كيف ماتت وتركته يتيما هذا الفتى حياته غريبه محن وصعوبات هل تعتقد ان يوسف ما زال حيا لا اعرف ولكني اظن ان الله تعالى سوف يعوض نبي الله يعقوب خيرا ماذا كان في عقولهم حين وقع هذا الحدث المفجع أرى في عيون أبناء يعقوب الندم والحسرة على ما فعلوه في أخيهم آه هذا الحدث أثر كثيرا في بنيامين نعم هو ما زال يتحدث عن أخيه يوسف ويسأل عنه لعل الله يجمعهم في يوم من الأيام هذا هو يعقوب يشكو الى الله حزنه وهمه فهو الاب المكلوم الذي ينتظر ان يرى ولده المفقود ويا لها من مصيبه كبرى ان يفقد اب ولده بهذه الطريقه القاسيه ولكن يا يعقوب يا نبي الله انت تعلم ان الفرج ات وأن العسر سوف يبدل بيسر، وأن الله بالغ أمره. علمت أن زوجك مريض، وقد أوشك على مفارقة هذه الحياة، وأريد أن أقابله. فلقد كان العزيز صديقا لزوجي الملك. تفضلي يا ملكة البلاد أرى الحزن في عينيك فإلى متى كل هذا الحزن؟ الحزن أنا وأنا الحزن يا مولاتي. أي امرأة فقدت سترها وهي في هذه الحياة تكون هكذا. لقد مرت السنوات على هذه الحادثة. ونسيها الناس ولكنني لم ولن انساها ابدا يا مولاتي فلقد غيرت مجرى حياتي اتظنين اننا سوف نتخلى عنك يا زوجة العزيز؟ لا لن يحدث انا الان زاهده في هذه الحياه وكان ذلك الحب هو سبب شقائي وعذابي في حياتي ونحن نعرف ان للحب سلطانا على القلوب لقد امتدت سطوته لتقطع شريان الحياه والامل ما زال يوسف يحاول اصلاح الاقتصاد في كل مصر يقف على كل صغيره وكبيره حتى يخرج البلاد من هذا المازق الكبير رغم هذه الحرب الشنعاء من قبل المعبد على يوسف الصديق يا عزيز مصر، لتعلم أن لك عندنا مكانة كبيرة، فلقد كنت مصدر ثقة لزوجي الملك. وأنا كنت وما زلت خادما أمينا على ملك مصر إلى آخر لحظة في عمري القصير. هل تريد أن نفعل من أجلك أي شيء؟ ليس لمثلي أن يطلب أو يتمنى يا مولاتي ملكة البلاد. فانا الان مشرف على الموت اطلب مر يا عزيز مصر ان كنت تريد ان توصي باي شيء فلقد جئت لكي استمع اليك قل تكلم لا يمكن ان يوصي رجل مثلي بشيء في هذه الحياه بعد ان خرج منها دليلا هكذا لا تقل هذا انت ما زلت معنا على العرش اشكر, أشكر لك يا, مولاتي, مولاتي, يا الملكة. مولاتي, مولاتي الملكه مجيئك الى هنا بنفسك يا عزيز مصر لقد, لقد جئت بنفسي واحضرت لك اعظم الاطباء لا 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 اريد غير الموت انا لا اريد غير الموت يا مولاتي حتى اتخلص من حياتي كلها لقد كرهت كل شيء كرهت كل شيء لا ادري ماذا اقول لك ولكني اشعر بك اشعر بجرحك العميق تقصدين جرحي القاتل المميت كنت اعلم انهم لن يتركوا يوسف يعمل من اجل مصلحه هذه البلاد وماذا عن سرقه القمح ايها القائد لا اعرف ولكنني اثق ان الكهنه هم من فعلوا كل هذا هم من هاجموا المخازن ليسرقوا القمح نعم يا يشورة هذا هو ما حدث بالفعل لولا مرض العزيز لانتقم منه عزيز مصر الان على فراش الموت لقد قتلته زوجته بعشقها ليوسف اشفق على هذا الرجل المهزوم كان يحب يوسف حبا كبيرا وظلمه ظلما كبيرا نعم لقد القاه في السجن ظلما ثم عاد ليكون من اهم رجال البلاد ربما حانت لحظه الفراق يا عزيز مصر وقد ادركت انك ظلمت يوسف كثيرا يا زوجة العزيز، أنا الآن أموت، أفارق الحياة، أفارق الوجود، يا زوجتي، أعلن أني أحبك، أحبك، رغم كل شيء، موتي. احبك وروحي تخرج من جسدي احبك وانا اقترب من قبري احبك سامحني سامحني يا زوجي واغفر لي صاحبي <laughs> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد الحبيب المحبوب سبب شفاء العلل وسبب تفريج الكروب وعلى جميع انبياء الله ورسله امين مات عزيز مصر مات الرجل الذي ربى يوسف في قصره مات بعد ان داهمه المرض نعم كل نفس ذائقه الموت مات وترك ملكه وجاهه وسلطانه مات وترك مصر مقبله على معاناه كبيره لولا ان الله سخر لهم يوسف الصديق لينقذهم من هذا العذاب المقبل عليهم بقسوه لا أعرف بماذا أرد على ندائك، أحبك يا زوجتي، لا أعرف، لا أعرف كيف أواجهك، وقد فارقت الحياة، فلقد هربت من مواجهتك وأنت حي، لا أعرف كيف سأعيش من بعدك لا اعرف كيف ساعيش من بعدك يا عزيز مصر لقد مات عزيز مصر واليوم مراسم دفنه يا كبير الكهنه بهذا من الممكن ان تحدث الكارثه الاكبر الكارثه ايه كارثه ان يعلو شان يوسف اكثر واكثر في ظل فراغ منصب العزيز وماذا علينا ان نفعل علينا ان نرتب امورنا اكثر من هذا بدايه نحضر لمراسم الدفن نعم اعتقد انها ستكون جنازه مهيبه لعزيز مصر الان نريد ان نعرف من هو الرجل الثاني بعد موت عزيز مصر وانت الن تفعل شيئا هل ستظل على حالك هكذا وفي مكانك لقد مات العزيز يا زخار مات بجرحه الاليم نعم وانا اكثر حزنا يا مولاتي فهو رفيق طريق طويل نعم بالفعل ولكن لابد من تجهيز البديل حتى تستمر البلاد في امان اطمئني يا مولاتي نحن على اتم الاستعداد لمواجهه اي شيء لا اعرف ما الذي يجري في بلادنا هذه الايام على الملك يعني ان يستعد لمراسم الدفن يا مولاتي وداعا يا زوجي المقهور وداعا يا زوجي المهزوم وداعا يا زوجي البائس وداعا كفى يا مولاتي ستقتلين نفسك حزنا لقد مات مولاي العزيز وهو يحبك حبا كبيرا لقد عذبته بهذا الحب عذبته لقد رحل عن عالمنا يا مولاتي لا شك ان يوسف حزن لموت عزيز مصر هذا الرجل الذي رباه ورعاه في صغره رغم ما وقع عليه من ظلم من عزيز مصر الا ان اخلاق يوسف اكبر من ان يكون ناكرا للجميل لمن رباه هل يمكن لنا ان نبيع هذا القمح المسروق في مدينه اخرى وكيف سنخرج به يا كبير الكهن نحاول ان نخرجه من هنا ساحاول هذا جاهدا حتى نستفيد بثمنه لا الاهم هو التخلص منه حتى لا يتم القبض علينا بسببه الان نريد ان نعرف من هو الرجل الثاني بعد موت عزيز مصر لا تقلق ان الملك شاب ذكي ويعرف كيف يسير اموره جيدا ارجو الا يكون ذكاءه معارضا لنا ولمصالحنا أخشى على مولاتي من الضياع بعد موت زوجها العزيز. لقد أحزنني موت العزيز إلى درجة كبيرة. لقد فقدنا بعده السند. نعم، مات وتركنا نعاني الحزن والألم. مولاتي الملكة حزينة لأنها عشقت يوسف، وهذا أحزن العزيز بلا شك. كنت قريبا منه، ولقد طعنته في كرامته. أعلم أنه كان يتألم ولكنها أيضا كانت تتألم معه سأذهب لمولاتي لأخفف عنها ليس للمرأة بعد فقدان زوجها من حياة فالزوج هو السنن والدرع هوني عليك يا مولاتي منذ الامس وانت لم تاكلي شيئا اي أيوة طعام هذا الذي تريدين ان تتناوله امراه ظلمت زوجها فاودعته قبرا اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والانس وما انت خالقه الى يوم القيامه الجدب والقحط في ارض كنعان دعا اخوه يوسف الى الذهاب الى مصر بحثا عن القمح ومن هنا يبدا فصل جديد في هذه القصه العجيبه ماذا سنفعل وقد جفت الارض من حولنا لا اعرف ماذا يمكن ان يحدث سنموت جوعا وسيموت الاباء والابناء يقولون ان بمصر قمحا كثيرا اذا علينا ان نستعد للرحيل الى مصر ولكن كيف استطاعوا ان يتدبروا امرهم في هذه المحنه كانوا يخافون الجفاف والسنوات العجاف فخزنوا القمح لا بد ان نستاذن من ابينا لكي نسافر كلنا سيوافق فليس لدينا اي حل اخر لكنه لن يوافق على سفر بنيامين ابدا معنا اعتقد ذلك فهو يخاف عليه خوفا شديدا أبناء يعقوب سيسافرون اليوم لشراء القمح من مصر أخشى عليهم من الطريق ووحشته اللهم احفظهم من كل شر يقولون إن مصر فيها قمح يكفي لسنوات نعم كدنا أن نموت من الجدب والجفاف أتذكر يوسف وأشعر أن ذنبه عالق في رقاب الجميع لا بد أن يأتي يوم تظهر فيه الحقيقه وبماذا تفيد الحقيقه بعد ان ضاع يوسف اشعر ان شيئا سيحدث في هذا الامر ادعو الله ان يغفر لهم ذنوبهم سامحهم الله فيما فعلوه باخيهم يوسف كان من الطبيعي ان يحب نبي الله ولده اليتيم حبا كبيرا بنيامين هل ستسافر مع اخوتك الى مصر لا لا اعتقد ذلك لان ابي يخاف علي اه يا يوسف يا حرقه قلبي عليك يا يوسف كم اشتاق الى يوسف واتمنى رؤيته مرت السنوات ولم يظهر له اي اثر ولكنني لم افقد الامل ابدا في عودته كيف تقول ذلك يا بنيامين أشعر أننا سنلتقي يوما ما لعله يعود يوما وتكتب لنا رؤيته أشعر بألم أبي في كل لحظة أنا أيضا أشعر بألمه أخوتنا راحلون قريبا إلى مصر نعم فلقد زاد الجفاف في بلادنا ومصر بها الكثير من القمح أدعو الله أن يعودوا بسلام آمين يا رب العالمين. ما زال يعقوب يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ويعقوب المكلوم الحزين الذي فقد بصره حزنا على ضياع ولده الذي لا يعرف عنه شيئا الحياه توقفت في بلاد الكنعانيين ولم يعد هناك زرع ولا رعي ولا حصاد فكان لا بد لهم من البحث عن مصدر جديد للحياه فلم يكن امامهم سوى مصر حيث يوسف الصديق هي تدابير رب العالمين هي معجزات تتوالى حتى يعود يوسف الى ابيه فلننظر ماذا دبر لهم رب العالمين سوف نسافر غدا الى مصر لنشتري القمح يا شمعون نعم يا اخي واني لا اخشى من هذا السفر كثيرا ليس امامنا اي طريق سوى السفر حتى لا نموت جوعا كيف تبدلت الحياه بنا الى هذا الحد لا اعرف ولكننا ندعو الله ان ينجينا من هذا الهم لابد ان نكفر عن ذنبنا الذي اقترفناه في حق اخينا يوسف يا شمعون اني استغفر الله كل يوم من هذا الذنب لعله يغفر لي علينا ان نستعد جيدا للسفر ونودع اهلنا نعم فلدينا سفر طويل حتى نصل الى بلاد مصر نعم هيا يا اخي هيا هل سيسافر بنيامين معنا غدا لا بنيامين باق هنا ابونا يخاف عليه من وحشه السفر يا زخار سمعا وطاعه انا لا انكر انني في حاله انبهار قصوى بيوسف فقد رتب وخطط وعلم الناس كل شيء بكل سهوله بحكمه يوسف خرجنا من اكبر محنه في تاريخ مصر اشعر بالامان مع هذا الرجل يوسف رجل قوي لا يهاب اي شيء في سبيل تحقيق هدفه النبيل لا بد ان نستفيد بقدره وعلم يوسف لنفع البلاد ودفع الضرر عنها انه يتعامل بحكمه كبيره مع الموقف كيف لرجل ان يغير امه باكملها في شهور بسيطه انها معجزه بلا شك نعم وضع خطه محكمه لينقذ البلاد من هذه المحنه ولكنني اخشى عليه من المتامرين يا زخار ولكنني لا اظن انهم سوف يكفون عن المؤامرات أدعو الله أن تعودوا بالخير. كوني عوناً لأبي، لا تتركيه وحيداً. لا تخف يا أخي، لا تخف. أستودعكم الله. في أمان الله وحفظه. أكثري من الدعاء لي ولإخوتي. اللهم دبر لهم أمورهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد. نعم، علينا أن نوحد كلمتنا في أية مشكلة تواجهنا في الطريق. نحن نسافر حتى نعود بالقمح، وندعو الله أن يوفقنا في سفرنا هذا حتى نعود لأهلنا غانمين سالمين. في أمان الله يا إخوتي، كونوا عونا لبعضكم. ولا تختلف يا ابناء يعقوب في امان الله يا اخوتي في امان الله يا اخوتي في امان الله اوصيكم بابينا نبي الله يعقوب فاعتنوا به جيدا واكثروا من الدعاء لنا وها هي مخازن الطعام الذي يختزنه الناس بوصيه يوسف الصديق حتى يخرجوا من ازمتهم الكبيره الكل متعاون مع يوسف للخروج من هذا النفق المظلم دون ضجر او غضب لابد أن نستحوذ على الحنطة كلها لخور وبهذا نستطيع افشال يوسف أنا لا أتخيل أن يوسف سيكون الرجل الأول في الدولة كيف نستطيع أن نفسد ما يفعله يوسف لقد استحوذ يوسف علي عقل المالك يا لخور ولكن كيف يمكن ان نفسد هذه العلاقه بينه وبين الملك لا اعرف لان يوسف له تاثير كبير على البلاط الملكي نعم ان يوسف له تاثير على الجميع يا كبير الكهنه هيا بنا لنستولي على الحنطه ونخزنها سنفعل يا كبير الكهنه <applause> لا تقلق بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى جميع انبياء الله ورسله امين اخوه يوسف في طريقهم الى مصر الى اخيهم الذي اصبح ذا شان كبير واصبح امينا على خزائن مصر يا اخوتي ماذا لو منع عنا حاكم مصر القمح ستكون مصيبه طبعا فالامل معقود على هذه الرحله في العوده بالقمح احسنوا الظن بالله الواحد الاحد سنعود بالقمح علينا ان نحترس من الذئاب ومخاطر الطريق ما السر الذي جعل مصر تمتلك كل هذا الكم من القمح سنعرف حينما نصل فمصر بلاد الخير وبلاد النيل آه. هذه الرحله تذكرنا بيوسف تذكرني بما فعلناه به يغفر الله لنا ما اقترفناه في حق يوسف لا ندري هل سيقبلوا منا هذه البضاعه المزجاه ويعطونا بدلا منها قمحا سنحاول يا اخي ان نفعل ذلك فلنستغفر الله فان الاستغفار يوسع الارزاق وييسر الامور استغفر, أستغفر الله العظيم واتوب اليه, وأتوب إليه. لا أدري ما الذي حدث لك يا مولاتي، ماذا فعل بك موت العزيز؟ وما فعله بك حبك ليوسف؟ هذا الحب الذي غير مسار حياتك، هل هذا الحب قوي إلى هذه الدرجة لدرجة أنه يدمر حياة ملكه؟ يا زخار سمعاً سمع وطاعة انا لا انكر انني في حاله انبهار قصوى بيوسف فقد رتب وخطط وعلم الناس كل شيء بكل سهوله بحكمه يوسف خرجنا من اكبر محنه في تاريخ مصر اشعر بالامان مع هذا الرجل يوسف رجل قوي لا يهاب اي شيء في سبيل تحقيق هدفه النبيل لا بد ان نستفيد بقدره وعلم يوسف لنفع البلاد ودفع الضرر عنها انه يتعامل بحكمه كبيره مع الموقف كيف لرجل ان يغير امه باكملها في شهور بسيطه انها معجزه بلا شك نعم وضع خطه محكمه لينقذ البلاد من هذه المحنه ولكنني اخشى عليه من المتامرين يا زخار نعم ولكنني لا اظن انهم سوف يكفون عن المؤامرات ما زال يوسف يتابع تخزين القمح في الصوامع وما زال يتعبد ويدعو الى عباده الله الحي القيوم يوسف الذي اصبح ذا شان كبير في مصر ويكفيه انه خرج بها من محنه الجوع والاحتياج يوسف ان اخوتك في الطريق اليك انه اللقاء المنتظر لقد عم الرخاء بلادنا بعد ان احكم يوسف خطته في تخزين القمح لسنوات الجفاف ان يوسف نعمه كبيره حلت على بلادنا علينا ان نطيعه ونستمع لاوامره ونصائحه ما كان لنا ان نعصي اوامر يوسف فالملك قد جعله امينا على خزائن مصر نحن في حظ عظيم لوجوده معنا لقد تعبنا في سفرنا هذا لا بد من الوصول إلى مصر بأية طريقة آه، لنسترح قليلا ثم نستكمل السير هي رحلة شاقة وأدعو الله أن نعود منها سالمين يقولون إن كل الشعوب تذهب الآن إلى مصر من أجل القمح أعاننا الله ويسر لنا الأمر علينا أن نتحلى بالحكمة والصبر ليت الحكمه كانت في قلوبنا وعقولنا عندما فعلنا ما فعلناه مع يوسف لا جدوى من الندم الان يا اخي لن يفيد هذا الجدل في السفر يا ابناء يعقوب علينا ان نكمل السير لم اكن وحدي حيث فعلت ذلك لقد شاركتم كلكم في هذا أرى أن نستدعي الطبيب لسيدة زليخة وماذا يفعل الطبيب في نفس محطمة؟ أيها القائد زخار أحيانا أشفق عليها من حزنها الشديد لقد خسرت كل شيء الحب إذا دخل قلب امرأة فهزمها صارت هكذا يا شورى هل تحتاجون إلى شيء؟ شكرا يا سيدي نحن لا ننسى دور عزيز مصر في قياده البلاد لفتره طويله ان احتاجت مولاتي شيئا فسوف اخبركم به ما الذي دفع يوسف لتحمل هذه المهمه الشاقه كيف احكم هذه الخطه العبقريه كيف دبر هذا الامر لابد ان هناك قوه هي اكبر منه تقوده وتوجهه اتعجب كثيرا من امره وافكر فيه يوسف يوسف ذلك اللغز الذي لم اعرف خباياه حتى الان كيف استطاع يوسف ان يخزن كل هذه الكميه من القمح هو عقليه جباره وذكاؤه حاد يا كبير الكهنه نحن نعمل ضده منذ سنوات ولا يوجد حل معه كيف نقضي عليه وقد حافظ على هذه البلاد كثيرا الناس بدات تؤمن ان ليوسف اله يعطيه كل ما يطلب موقف الاله امون اصبح صعبا يا كبير الكان نريد ان نستعيد ثقه الناس مره اخرى فكر وانا سافكر انت اقل من ان تفكر يا لاخور دعني انا افكر اعتقد انك من اغبى الناس <applause> يا كبير الكهنه <applause> لقد تعبت من هذا السفر يا يهوذا لم يعد امامنا الكثير حتى نصل الى مصر المهم ان نصل وننجز ما جئنا لاجله اعتقد ان رحلتنا لن تطول وسنعود سريعا اتمنى ذلك طبعا ان اهل مصر طيبون بطبعهم هو بلد طيب وكريم يعطي للناس ولا ينتظر رد الجميل سانام الان وفي الصباح نتحرك وانا ايضا سانام اه يا يهوذا وتبقى انت مستيقظا بذنب يوسف اريد ان اعيد الكره ونسرق القمح ليجوع الناس فيكره يوسف ان المخازن قد امتلات عن اخرها لكننا لا نمل من الهجوم والسرقه يا كاهننا الاعظم انا لا اريد ان تذكروا اسمي في اي عمل اجرامي تقومون به فانا مثال للاخلاق الحميده لا تقلق بما نرتب له من كوارث ابتعد انت عن الصوره تماما يا كاهننا الاعظم انا اثق في قدرتكم على السرقه خذوا هذا الذهب كم انت كريم ايها الكاهن العظيم سنفعل كل ما تريد منا القضاء على يوسف وان يفقد الملك الثقه فيه هذا هو كل هدفي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تهب لنا بها اكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلى رسل الله وانبيائه اجمعين ان ابتلاء النبي يوسف الصديق بالسجن لهو درس مفيد لكل من وقع في بلاء او غم ان يلجا الى الله الواحد الاحد ويصبر ويحتسب حتى ياخذ الاجر كاملا وما حدث ليوسف الصديق تناقلته الاجيال لاخذ العبره والعظه وها هو الان امين على خزائن الارض اذا كان هذا هو اختيارك فلك ما شئت يا روح سوف ارحل من هذه البلاد لانسى تنسين ماذا يا روح انسى كل شيء انسى ما حدث لزوجي انسى ان ولده راه وهو معلق والطيور تاكل من راسه امام اعين الناس ولكنني تقدمت للزواج بك راغبا في ذلك بكل صدق انا لن استطيع ان اقدم على هذه الخطوه يا زاهد لماذا لابد ان نصل معا الى نهايه المطاف عد الى ديارك وانا سارحل من هنا اعود الى دياري وترحلين لماذا كل هذا الياس من الحياه لانني لا اجد احلامي في الحياه وعلي ان ارحل اسال الله ان يعود ابناء يعقوب الى ابيهم سالمين امين يا رب العالمين فنبي الله يعقوب لا يمكن ان يتحمل صدمه جديده الهمه الله الصبر واعانه على كربه ان ما حدث ليوسف لا يمكن ان ينسى هو بلاء كبير وجرح العمر اين كانت عقولهم يوم ان فعلوا هذا باخيهم العقول كانت مع الشيطان كانت في ضلال مبين يا اخوتي اصبحنا على مشارف مصر آه، هذه رحله شاقه جدا علينا ان نجهز انفسنا لدخول هذا البلد العظيم وننجز مهمتنا سريعا لنعود الى ابينا سالمين اخشى ما اخشاه هو الا ننجح في مهمتنا التي اتينا من اجلها ولما لا ننجح سنعطيهم ما معنا ونعود بالقمح لا تياسوا من روح الله يا اخوتي اسرعوا في السير هيا هيا ماذا بك يا امراه العزيز هل تظنين ان ظلم انسان والقاءه في ظلمات السجن هو امر هين الان انت تحصدين نتاج فعلتك بنبي الله يوسف الصديق الان تعيشين بين ذكريات مؤلمه ومستقبل مجهول حافظوا على القمح فهو سر حياتنا حافظوا عليه نعم وسنحاول تخزينه والعنايه به قدر الامكان حينما اتبعنا نصائح يوسف تحول الجدب الى خير ان يوسف هو اهم رجل على وجه الارض الان ولا يمكننا انكار فضله هكذا انت يا نبي الله دائما على صله بربك الانبياء على اتصال دائم برب العالمين اعلم ما في قلبه من الحزن على يوسف والقلق على ابنائه هو يدعو الله ان يعودوا سالمين من كان يتوقع ما حدث لهفي عليك يا نبي الله اللهم اجمع شمله بابنائه يا رب العالمين هل حان وقت الرحيل يا روح نعم يا زاهد سوف ارحل اذا كان قد حان وقت الوداع فانا ايضا سارحل ولماذا جئت الى بلادنا اذا كنت ابحث عن شخص غاب منذ سنوات بعيده وهل وجدته لا ولذلك سوف اعود مره اخرى انا وتقيي أتمنى لكما كل التوفيق يا زاهد وأنا أيضا أتمنى لك يا روح الأمان والسلامة أشكرك فأنت رجل على خلق ودين ربما تجمعنا الأيام استودعك الله أكثر ما يؤلمني هو أنني رجعت دون أن أجد يوسف كنت اتمنى ان اعود الى نبي الله يعقوب حاملا خبرا جميلا له ولكنها الاقدار مكتوبه ولا مفر منها ابدا هذه هي مصر انظروا الى جمالها هذه هي التماثيل انظروا اليها والى حجمها هذا هو النيل الذي يتحدثون عنه يا اخوتي يا لها من بلده عظيمه انا دائما كنت احلم بزياره هذا البلد العظيم اللهم اكرمنا ويسر امورنا اللهم امين فاهل مصر معروفون بالكرم والجود هيا 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 نتجهز للدخول عليهم ترى هل كل ما يحدث سببه الكهنه والمعبد بالتاكيد انهم يبحثون دائما عن مصالحهم الشخصيه وماذا عن يوسف يوسف لا يفكر في هؤلاء نعم هو دائما ينظر امامه ولا يلتفت لهؤلاء لولا يوسف لاجتاحت البلاد مجاعه عظيمه انا لا اعرف كيف لهم ان يحاربوا رجلا انقذهم من الضياع انهم لا يبحثون الا عن مصالحهم الشخصيه هذا هو نبي الله يعقوب، وقد مسه الكبر، وظهرت عليه أعراض الشيخوخة، وفقد بصره حزنًا على ولده يوسف الذي فقده، ولم يعلم عنه أي شيء حتى الآن، وهو ما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وصل اخوه يوسف الى مصر ليبدا فصل حاسم في قصه يوسف عليه السلام ترى ما الذي سيحدث عند اول لقاء بين يوسف واخوته وماذا سيفعل يوسف عندما يراهم بعد كل هذه السنوات فلننتظر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تحل بها عقدتي وتفرج بها قربتي وتنقذ بها عثرتي وتقضي بها حاجتي وعلى انبياء الله ورسله اجمعين ودخل اخوه يوسف مصر ليلتقوا باخيهم هم يعرفون حجم الجريمه التي ارتكبوها في حق طفل صغير شاء الله ان يصبح امينا على خزائن الارض ما هذا البلد المتقدم كيف وصلوا الى كل هذا التقدم والرقي انه شيء غريب حقا هم مختلفون عنا في كل شيء ما هذه الانشاءات الضخمه كيف استطاعوا الوصول الى هذا واين كنا نحن لا اصدق ما اراه بعيني من تقدم عظيم هيا نذهب الى ضفاف النيل لنستمتع بجماله انا لا اصدق كل هذا الجمال اريد ان ارى الزراعه كيف يقوم بها المصريون هنا هذا هو النيل الذي يتحدثون عنه يا اخوتي كاد ان يجف الناس هنا تعاني من الجفاف والقحط ويعانون ايضا من ندره المياه علينا ألا نطيل البقاء هنا، فما زال أمامنا رحلة العودة، كما أن أهلنا بدون طعام. أكثر ما يقلقنا أننا جئنا ببضاعة ليست جيدة، فلننظر ماذا سيفعلون معنا. هيا يا إخوتي، فأمامنا يوم طويل. اريد ان اتعرف على كل شيء في هذه البلاد نعم علينا ان نستثمر فتره بقائنا هنا بالفعل لابد ان نفعل ذلك انظروا انهم يجلسون على ضفاف النهر املين ان يمتلئ بالماء والخير كما عهدوه انهم منظمون جدا لابد انه الرجل العادل الذي تولى امر البلاد نعم يقولون انه قد اخرجهم من المحنه الكبرى بفضل حكمته ها هم اخوه يوسف في مصر يتعجبون مما يرون ولكنهم لا يعلمون ان يوسف هو السبب في كل هذا فقد اصاب القحط والجفاف قومهم ولكن بتدبير الله ثم بحكمه يوسف عبروا هذه المحنه وها هم اخوه يوسف يسيرون في اتجاه قصر الملك انها تدابير الله فوراء كل محنه منحه من الله انظروا الى هذه الملابس الجميله مصر هي بلد القطن يا شمعون لا بد انهم يصنعون هنا افضل الثياب نعم اعرف ذلك انظر الى الحلي والذهب لقد صاغوه بشكل جيد كي يعجب النساء انظر الى الاواني الضخمه كل شيء هنا جميل ومبهر يا شمعون مصر بلد عظيم وجميل يكفي انه البلد الوحيد الذي لا يعاني من ازمه القمح لقد زادت المؤامرات على يوسف يا ياشورا ما الجديد الذي حدث أيها القائد؟ لقد حاولوا سرقة القمح مرة أخرى من هؤلاء الذين لا يريدون إلا الفساد في الأرض؟ الملك يتابع بنفسه الموقف وسيقوم بإعدام هؤلاء اللصوص في العالم سيعدم اللصوص أمام الناس؟ نعم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وماذا عن يوسف الأمين؟ يوسف اصبح الان اهم رجل في الدوله والاهم من ذلك انه اكتسب ثقه الجميع نعم لقد زرع القمح وخزنه واجتاز بالبلاد اصعب فتره اعتقد ان الحرب عليه لن تنجح فكلنا نحب يوسف يا اخوتي علينا ان نقول للملك عن الضرر الذي اصابنا ولكن ماذا عن بضاعتنا يا اخي ان المصريين اهل كرم ولن يردونا خائبين واذا حدث ورفضوا بضاعتنا نقول لهم ما قاله لنا ابونا نذكر لهم اننا ابناء نبي الله يعقوب هيا يا اخوتي فلنسرع الخطى حتى نصل هيا بنا هذه هي صوامع القمح الذي نبحث عنه وأظن أننا سنعود به إن شاء الله تعالى لديهم طرق غريبة في الزراعة والحصاد كذلك التخزين حتى لا تفسد منهم المحاصيل لا بد أن لديهم علما لم يصل إلينا فنحن بدو أهل رعي وهم أهل مدنية وزراعة ما شاء الله لا قوه الا بالله انها كميات هائله من القمح لهذا البلد ان يفخر بكل ما يقدمه من عون للناس زراعه وصناعه وعمران انا منبهر بهذا البلد علينا ان نستفيد من كل هذا يا اخوتي ان قومنا في حاجه للقمح والطعام آه. اني اشتاق لابينا ولاهلنا لا ادري هل ما نعانيه الان هو ذنب يوسف يا سيدي نحن غرباء ونطمع في ان تعطونا قمحا لنعود به الى بلادنا ايها القائد لقد سمعنا عن كرم المصريين وجودهم يبدو انكم عبرانيون اليس كذلك نعم يا سيدي وقد جفت الارض ونحن في حاجه ماسه الى القمح هل لديكم ثمن القمح لدينا بضاعة مزجاة، ونحن نطمع في كرمكم. أنتم بلد عظيم يا سيدي، ونحن سعداء أننا جئنا إلى هنا. اطمئنوا، إن مصر تحتضن الجميع. نحن مطمئنون، طالما أن بمصر رجال مثلك يا سيدي القائد. سنجهز لكم ما ترغبون فيه من قمح. شكرا, شكرا لك, لك يا سيدي سيد القائد. القائد يا شورا أريد منك شيئا وأريد تنفيذه بكل دقة سمعا وطاعة يا مولاتي جيداء أريد أن أعرف أخبار زوجة العزيز وكيف تعيش الآن بعد موت زوجها سأذهب وأعرف لك الأخبار يا مولاتي أريد أن أعرف حالتها وكيف تعيش حياتها البائسة نعم هي رحلة عذاب متلاحقة هي من فعلت هذا بنفسها على المراه ان تتوقف عن عشق رجل ليس لها كان عشقا عجيبا ليوسف يا مولاتي انها قصه حب اضاعت امراه وتسببت في سجن رجل مظلوم هي الان تحصد الام السنين اسمعي يا يشوره اذهبي اليها دون ان تشعر واطمئني على احوالها وان كانت تريد شيئا سمعا وطاعه يا مولاتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه بأن له في كل نفس مئة ألف فرج قريب وسلم تسليما كثيرا وجاء الموعد المرتقب بين يوسف وإخوته اقترب اللقاء المنتظر ترى ما الذي سيحدث عندما يرى يوسف اخوته امام عينه لماذا هذا اللقاء مع الرجل الكريم هو الذي يمنح القمح او يمنعه يا له من قصر جميل وضخم يدل على عظمه من فيه علينا اقناعه باعطائنا مزيدا من القمح ارى انه كريم ولا يمكن ان يمنع عنا القمح لا يمكن ان نحكم عليه قبل ان نرى ما سيفعله معنا وحدوا كلمتكم وليتكلم عنا يهوذا نعم انا من سيتكلم مع هذا الرجل هناك قوم يريدون القمح يا يوسف هم عبرانيون ليسوا من بلادنا وعرف يوسف اخوته ولكنهم لم يعرفوه هيا لتناول الطعام يبدو انهم اهل كرم يا اخوتي هم يتعاملون بكل رقي مع ضيوفهم الغرباء تفضل ما اشهى هذا الطعام لم اتذوق في حياتي طعاما كهذا انهم يتقنون كل فنون طهي الطعام لماذا نحن لا نصنع في بلادنا مثلما يصنع المصريون هنا نحن اهل حضاره فمصر مناره العلم والتنوير كيف وصل المصريون لكل هذا التقدم في البناء والزراعه والصيد سيدي القائد لماذا لا ترسلون رجالا منكم ليعلموا الناس في بلاد اخرى لا يمكن ان تستمر الحياه بلا تطور هي في خطه الملك ان نرسل بعثات للتنوير في البلاد المحيطه وماذا عن القمح يا سيدي لا بد اولا من مقابله الملك ومتى هذه المقابله ايها القائد زخار في القريب ولكن بعد الطعام سنذهب سويا إلى أين أيها القائد زخار؟ ماذا قلت يا لخور الملك سيشنق اللصوص امام اعين الناس نعم يا كبير الكهنه انه قرار الملك ولا رجعه فيه المهم ان لا يعترف هؤلاء اللصوص باننا حرضناهم على ذلك هذا امر غير مطمئن أوه. لماذا لم نفكر في شراء ذمه زخار هذا امر جيد ولكن ماذا لو رفض هو يعمل من اجل ماذا من اجل السلطه والمال ونحن سنعطيه المال وربما استطاع ان ينال به السلطه اذا ساذهب اليه اذهب اليه اليوم ربما استطعنا انقاذ موقفنا <applause> تفضل ايها القائد زخار ما هذا يا لخور وماذا تريد اجلس ايها القائد لنتحدث وماذا بعد يا نيويبار ماذا لو وافق زخار على خطتي وقتل الملك حينها نكون قد تخلصنا منه وماذا لو حاربنا يوسف واخرجناه من مصر وماذا لو اصبحت انا ويبار كبير الكهنه ملكا على عرش مصر وماذا لو خرج انصار امون يدعمونني كملك يا لها من احلام ستموت اذا ما رجع لاخور بخبر شؤم من مثله لا تقلق يا كبير الكهنه فانت في منعه وعز بحب الناس لامون الذي لا ينفع ولا يضر ما الذي يضمن لي ان كبير الكهنه سوف يقوم بتعييني في منصب كبير كما يقول اذا واصل واصبح على عرش مصر كبير الكهنه لا يهتم سوى بمصلحته الشخصيه واين ستكون انت يا لاخور اذا نجحت خطتكم انا لا يشغلني اين اكون المهم الاله امون اين يكون الهذه الدرجه تحب امون بالتاكيد ايها القائد انت تكذب علي وعلى نفسك ولكن ليست هذه المشكله اريد ان اقابل كبير الكهنه على الرحب والسعه هيا بنا سنذهب غدا الى مخازن القمح هذا خبر سعيد جدا وهل تظن اننا سناخذ القمح غدا نامل في ذلك يا اخي يا اخي المهم ان نعود بالقمح اشتاق الى ديارنا لا تقلق سنعود خلال ايام هيا نستريح فلدينا غدا عمل شاق وما هي خطتك للقضاء على الملك وعلى يوسف يا كبير الكهنه نحرق كل مخازن القمح ثم ماذا تعطي اوامرك لكل رجالك باقتحام قصر الملك اثناء الحريق ولكن ليست كل القوات تحت قيادتها اعط الاوامر لمن معك وسنتكفل نحن بالباقي وماذا ان احرقنا القمح وجاء الناس سنسرق كميه كبيره لتخزينها قبل الحريق يوسف يتعبد ويشكر الله على نعمته وما زال يدعو الناس لعباده الله الواحد الاحد بعد ان اكتسب ثقه المصريين واخذوا برايه في كل صغيره وكبيره في امورهم الدنيويه ولكن مكر الماكرين مستمر فلا تحزن يا يوسف ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ذهب ابناء يعقوب الى المخازن لجلب القمح شاهد يوسف اخوته فعرفهم وهم له منكرون ووقف يسترجع كل ما حدث بسببهم فلقد كانوا سببا في تغيير مجرى حياته